بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج من العايدين. هذا البرنامج اللي يسلط فيه الضوء على احتفالاتنا بالعيد الفطر المبارك. الله يعوده علينا وعليكم إن شاء الله كل عام وكل حول. وبهذه المناسبة السعيدة أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم. بهذه المناسبة أيضا أحب أبارك لزميلي نايف وأخوي، أقول لك العام أنت بخير، عساك من عايد العيد وأنت بخير إن شاء الله. ولو أن مساعة وزعت عيادي وما ما جاني نصيبي مادك. لا لا مو بالحين، عقب على الحساب. على الحساب إن شاء الله. شاهدين إن شاء الله أن يومكم كان مثل ما تتمنون، وإن شاء الله أن السعادة تغمر قلوب الجميع، ويكون هذا العيد إن شاء الله بداية جديدة للي ممكن ما كان راضي عن الأيام اللي فاتت. ولكن أستغل هذه المناسبة أني أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم والأمة الإسلامية. أكيد مثل هذه الأيام نايف الكل يترقبها والكل ينتظرها، مثل فرحة العيد، تجهيزات العيد وغيرها. وأيضا في تلفزيون قطر احنا حريصين أن دائما نقدم كوكبة غنية من البرامج المنوعة اللي راح تنال على استحسانكم وأيضا رضاكم مشاهدين كرام. طبعا برنامج من العايدين يعني هو بيكون برنامج يومي يأتيكم طيلة أيام العيد السعيد عبر شاشتكم وشاشة تلفزيون قطر، ونسعى من خلاله أن يكون معكم عبر مجموعة من الضيوف المميزين اللي راح يرافقونا طيلة هذه الأيام الجميلة وأيضا المباركة. أكيد فيصل، وبعد يعني من تلفزيون قطر وإحنا إن شاء الله نكون بتعاون مع إذاعة صوت الخليج، وكذلك إذاعة قطر راح يكونون معنا في بث مشترك. صحيح. هم عندهم الأشياء اللي يقدمونها، عندهم ضيوفهم المميزين، وقاعدين نشوف الآن على الشاشة، وراح تكون في نقلات ما بين الحين والآخر، نشوف الحديث اللي قاعد يصير هناك ونشارككم، ممكن نتداخل عليهم بعد ما في مشكلة. هو مو يمكن، هو احنا فعليا باخذك وبنروح مع المشاهدين سير عليهم في إذاعة قطر وايضا صوت الخليج. بس يعني حابين بعد ايضا نوجه تحيه شكر الى الزملاء في صوت الخليج وايضا إذاعة قطر، برنامج إذاعة قطر عيد وفن من تقديم غانم شاهين والمياس المعمري، بيكونوا موجودين معانا من خلال هذا البرنامج، وايضا برنامج سهرات ليالي العيد من اعداد وتقديم رجاء سلمان، لنا زيارات ولنا روحات لهم إن شاء الله خلال هذه الساعة ونص إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإن شاء الله نحاول أن نفيدكم ونمتعكم قد ما نقدر، ونحاول دائما مرات مع الألحان مرات مع الكلمات تستذكر ذكريات قديمة وترجع بالماضي. فبما أنك اليوم قاعد توزع عيادي فيصل ومبرز الخردة، والله بعطيك وصلت، والله بعطيك النغزة موجودة، وصلت الرسالة. أنا قلت على أساسنا قدام الكاميرا عشان في شهود. أنا ما أبي أثبت التهمة. مشاهدينا نسمع هذه الأغنية الجميلة معاكم ونرجع إن شاء الله.
طبعا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مع هذه الاجواء الجميله، اجواء اغنيه العيد، يعني بصراحة الكل مستانس والكل سعيد أيضا في حلول هذه المناسبة الجميلة من بعد 30 يوم من الشهر الفضيل. الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل عام وكل حول. آمين إن شاء الله. مر بسرعة الشهر الفضيل، و يعني إحنا اليوم في فرحة العيد. أكيد العيد له مشاعر خاصة، ولو أنه نكون واضحين وصريحين وما تصنع الفرحة بأقصى مراحلها. إحنا نعيش أيام ممكن حساسة بشكل كبير، سواء تكلم على فيروس كورونا ولا الموضوع الأهم وهو أخواننا في فلسطين، ولكن إحنا معكم في شاشة تلفزيون قطر راح نكون موجودين على أكثر من نمط، أكثر من موضوع. وإحنا الحين راح نستضيف الدكتور أحمد عبد الملك، وهو كاتب وروائي، وكذلك راح يكون معنا سيد غازي حسين وهو فنان وممثل. نرحب فيكم وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك ان شاء الله. وانت بخير وصحة وسلامة ابو ناظم، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. علينا وعليك. انت تقولون شهر رمضان راح بسرعة، ما راح بسرعة، طار. وهاي دليل ان احنا يمكن في اواخر طار مع اواخر ايام الدنيا، طار مع رواياتك. يمكن رواياتي خففت شوي. نرجو ذلك، نسال الله العفو والعافيه. واحنا بهالمناسبه السعيده والشوي مثل ما ذكرت الضايق النفس، نرفع اسماء ايات التهاني والتبريك الى مقام سمو الامير المفدى والامير الوالد و ولي العهد والحكومة الرشيدة والشعب القطري الكريم والأمة العربية الإسلامية كلها، إن شاء الله تمر بخير وسلام عبر هاللي نشوفها في الدنيا من أوبئة وحروب ومشاكل وما إلى ذلك. الله يعين الإنسان البسيط اللي عايش في مثل هالمحن هذه ويعديها على خير على أمة محمد يا رب يا كريم. آمين. وفي نفس الوقت ودي أقول كلمة بسيطة، أشكر القائمين المسؤولين في المؤسسة الإعلامية على رأسهم الشيخ عبد الرحمن ومدير التلفزيون المسؤولين في إدارة التلفزيون على إنشاء هذا الاستوديو باسم العزيز الغالي الله يرحمه. آمين. جاسم عبد العزيز ان شاء الله بيغفر له يا رب. يعني مثل كمل ما اقدر. طبعا هذا الموضوع يثير شجون، لان احنا عاصرنا الاخ جاسم اكثر من 30 سنه في التلفزيون، وبالتالي يعني يستوجب الموقف الرحمه. انا اضم صوتي لصوت ابو ناظم طبعا في اسجاء التهنئه بهذه المناسبه الى حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى والى الشعب القطري العزيز. ولكن نستحضر أرواح الشهداء اليوم. الآن قبل شوي بلغ معدل الذين سقطوا حوالي 90 شخص من القصف الإسرائيلي، فإحنا نستصرخ العالم وأصحاب الضمائر بأن يلتفتوا إلى هذه القضية التفاتة إنسانية واجبة. أكيد صحيح، نضم صوتنا لصوتك أيضا. يعني هي مثل ما نقول اللي هو عمل واحد، عمل البشرية بحد ذاته، لازم الكل يوقف مع بعض، الكل يلتزم بموضوع اللي هو اتخاذ القرارات وأيضا الإجراءات، أساس أنه للحد من جميع الأمور، مش بس على الموضوع اللي هو حتى كورونا، حتى أيضا على الدول الأخرى. فنتمنى يعني نسأل الله عز وجل أنه يفك عقهم إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. طبعا يمكن نرجع معاكم شوي لأجواء العيد وفرحة العيد وهذه الأمور كلها، وبيكون سؤال موجه لكم اثنيناتكم. طبعا من وجهة نظركم، شلون كان العيد قبل مقارنة في هالأيام أزمة كورونا؟ ما شاء الله، يعني احنا شاهدنا هذا ثالث عيد يعتبر يمر علينا واحنا ما زلنا في فترة تفشي فيروس كورونا. هل تحسون هي غيرت من عاداتنا، استجد شيء جديد، شلون النظام صار؟ هو يعني معليش دكتور، تفضل. هو مو غير من عاداتنا، عفس الدنيا كلها. كورونا مو بس في قطر، في العالم كله. بس احنا لما نتكلم عن واقعنا الاجتماعي القطري او الخليجي، فعلا هي قطع اوصالنا، قطع اوصال العوائل والاسر،
صرنا بالواتساب بس نبارك لبعضنا بالعيد وش كلتوا اليوم وشنه غداكم ما أدري فطوركم ولا سحوركم ولا يعني ما في لذة غير متعة التفرغ للعبادة وقراءة القرآن والدعاء يعني هذه شوي عطاك يعني الجلوس لمدة أطول في بيتك يعني وتتفرغ أكثر ولكن قطعنا عن أصدقائنا المجالس أشياء كثيرة يعني تقطعت منا وعفس علينا الدنيا كلها يعني التواصل كلش راح خذت اللقاح ولا لين الحين ها خذت اللقاح اي والله الحين انا قاعد وياكم ماخذ الجرعه الثانيه بنادول علشان شويه اصطلب لان اخر جرعه اخذتها قبل يومين فما زال الله الوضع عليك عندي ان شاء الله فانا نسال الله العفو والعافيه للجميع ان شاء الله لا ابتسامتك توحين الامور طيبه باذن الله انا دائما مبتسم لما اشوفك اكيد الله انا اعتقد يا اخي كما نعلم في علم الانثروبولوجيا ان الانسان قاوم الطبيعه فكان عندما تسطع الشمس يذهب الى الكهف او عندما تسطس الثلوج فعاش فانا اعتقد الشعوب التي تمر بمحن هي الشعوب التي تتقدم وبالتالي احنا نشيد طبعا بجهود الدوله وخصوصا المسؤولين في الصحه على يعني الهب اللي هبوها سواء كان من ناحيه التوجيه او من ناحيه العلاج هذه واحده يعني وايضا الامصال التي وفرتها الدوله فلذلك صحيح احنا فقدنا يمكن بعض الشيء من ناحيه التواصل احنا يعني التواصل المباشر ولكن اعتقد انا بان يعني تكاتف المجتمع القطري كله مع المقيمين أيضا خلق لنا اليوم احنا مرتاحين جدا الأرقام نزلت كانت 2000 إلا الآن اليوم أنا أقرأ أقل من 300 هذا بدليل أن أنشأت كورونا أنشأت وعي لدى المجتمع وبالتالي صار هناك تلاحم وتكاتف بين ما تفرضه الدولة من أساليب وإجراءات لحماية الناس وأيضا الناس حمايتهم لأنفسهم فأنا أعتقد أن احنا امتحان صعب جدا صحيح تأثرنا ولكن خلونا ننظر دكتور دائما للمستقبل شفت هذا الوعي اليوم لما كنت موجود في بيتك ولا لما رحت لي بعض الزيارات ممكن صلاة الأرحام شفت هذا الوعي شفت تباعد ممكن ناس جايين يسلمون عليكم لابسين كمامات واجهت هذا الشيء اليوم نعم أنا اليوم يعني كان المفروض يعني أروح عند الأهل يعني لكن اشترطت عليهم قلت لهم إن زادوا عن 5 لن أحضر وفعلا حسيت إن زادوا وما رحت وجلست في البيت واكتفيت بالهاتف هذه ديسيبلين إحنا نقول أي تهذيب للذات إن أنت بكرة تجيك مشكلة أخرى إحنا واجهتنا مشكلة أيضا في قضية التعليم يعني إحنا في الكلية أيضا واجهتنا مشكلة مع الطلبة الهني لكن بعد أيضا كل شيء له شيء لكن أنا اللي قصدي خلق المواطن الذي يستطيع التواؤم مع ظروف عصره أكيد يعني الحمد لله أن احنا مثل ما تقول لي هو 4 في الاستديو فالأمور طيبة وأيضا مطبقين المسافة الاجتماعية باقي واحد وتصير الفقاعة مالتنا خلاص بعد صحيح نسيت المصورين لا بعاد أكثر من مترين وزود بعد أكثر من 10 متر بناظم ترى على الكرين يبين بعاده مو معنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يزيح إن شاء الله خلنا نطلع من أجواء الكورونا وغير كم سنتين الحين بنوصل تقريبا تعودنا عليها خلاص يعني خلنا في العيد اليوم عيالك ولا أحفادك شلون كانت فرحتهم يوكم ليهال لين البيت غنوا وعيدكم مبارك أهل البيت لا الكل متحفظ ما في كلش ما في يعني ما في خردة العيد موجودة لكن يعني بتكون يعني محدودة للي بيون يعني والمقربين جدا وعدد محدود ولا أول عيال الجيران وعيال الأحياء الثانية يون بسيائر مع خداماتهم يرافقونهم ويون بالعشرات يدشون البيوت عيدكم مبارك أهل البيت زين أنت قبل كنت شلون يعني في العيد احنا بعد كنا كذي أول
بس احنا لها متعتها احنا اول ما عندك خدامة ولا فلبينية ولا تايلاندية ولا لا خلنا في الفلوس. يعني انا مثلا جيلي ريال ريالين 5 ريال حلوين 10 ريال يعني كريم هذا لا الشخص. لا انت وين غنية انت احنا غنية الحين بالنسبة لنا مليونيرية اوف هي احنا كان على انتين اربعانات هذه اللي يعطيك اربعانات ذاك الوقت وين هاي شو تسوي زين الاربعانات تسوي شلون ما تسوي الحين انت العشرة ريال تعطيها الطفل يطالعها كذي مستغرب شنو ذي صحيح والله إلا ما شاف 100 ولا 50 هاي 50 بعدها يعني تعدي تمشي هو ينطرك تخربط أربعانات وأنتين وتفرح إذا وصلت إلى 4.5 آخر اليوم إذا وصلت لا بس الحين يقول لك ينطرونك تغلط في العملة الجديدة للحين ما ثبت على الألوان لا لا لأن العشر نفس الحين أنا ثبت دكتور أحمد يعني إحنا يعني نبي نسترجع بعد أيضا وياك القليل من ذكرياتك على أيام قبل العيد شلون كانت طلعاتكم جمعاتكم أكثر عيدية جمعتها كانت كم والله يا أخي يعني هي كل عصر له ظروفه عرفت كيف صحيح. فبالتالي كنا مثل ما قال بناظم يعني أنتين أربعانات يعني أوكي المسألة بتمشي كنا نكتفي يعني في ذاك الوقت كنا نكتفي بما نتحصل عليه لكن كانت الأربعانات لها قيمة النص ريال لا قيمة ذاك الوقت أما الآن فيختلف الوضع طبعا يعني حتى لو تعطي 50 يعني شوي تشعر أن أنت مقصر فيه لأن المجتمع يعني تطور وأصبح النهم الاستهلاكي أيضا للفرد مختلف فيعني أنا اليوم أحفادي جاوا وقعدوا ينطرون واحد يسوي لي كذي طلعت قلت له قال لا يعني أقول له 200 100 قال لا 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 500 عقب يقول يبي 1000 يبي 1000 شوف الفرق يعني فتصور هذا عقليته الآن ينمو كذا الزمن اختلف طبعا عن زمننا إحنا يعني إحنا كنا نجمع يعني أحيانا الواحد فينا ذاك الوقت أنا أتكلم يمكن في العيد فرصة يجمع يشتري له كراسة حق المدرسة أو هذه المربعات اللي نعمل فيها ألوان وكذا الآن لا الآن كل شيء متوفر ما شاء الله على الجيل هذا ويعني الخير موجود كل هالأمور متوفرة دكتور حتى أيضا على الآيباد فصاروا الأطفال كلهم يلونون يقرون يدرسون حتى التعليم صار من خلال الآيباد صحيح صحيح كل شيء تغير كل شيء تغير وإحنا هاي الخوف أن هذا الآيباد والأخواته يستلبون القيمة الثقافية للشخصية وهذه قضية مهمة جدا إحنا كتربويين نحاول نناقشها يعني إحنا أول كنا جدول الضرب نحط 7 في 7 نحط 7 7 7 7 ونحسب هذه ترسخ الآن يطق على شو اسمه على الحاسب فطلعت أوكي فاختلف فذي قضية يعني أنا أتمنى من التربويين أن يناقشونها لأن العصر جالس يتطور أنا أدري وأنا عارف الشباب حاليا يحبون التكنولوجيا يعني حتى رقم أنا أشوف شباب رقم تليفون على الباب ما يكتب لا بالتليفون يسوي الرقم على طول موجود يقول لك أسرع فالزمن كل زمن لا يعني إيجابياته وسلبياته بالضبط طبعا يمكن جلستنا وقعدتنا وسوالفنا ما بتخلص ممتدة لين الساعة 10:30 بس حابين ننتقل وياكم ونايف والمشاهدين الكرام نروح عند الأخوان في صوت الخليج عندهم برنامج اسمه سهرات ليالي العيد من إعداد التقديم زميلتنا رجاء سلمان وأيضا ضيوفها الفنان سعود جاسم وأيضا الفنان ناصر كبيسي نروح نشوف عندهم شنو الموضوع ولنعود نستكمل البرنامج من العايدين We'll be right back.
لقطات من إذاعة صوت الخليج، وأكيد راح نروح مرة ثانية وكذلك عندنا إذاعة قطر ونشوف ضيوفهم، وإحنا مبسوطين مع ضيوفنا. بناظم، قل ليش صار معك ببرنامج الراوي؟ شلون طلعت بهالفكرة؟ شو اللي صار؟ والله شلون طلعت بفكرة اللبس هذا؟ الفكرة لا، ما فكرتي الحقيقة. ما أدري منه اللي مقترح الفكرة، وجزاه الله خير، فكرة حلوة. وأول ما كلموني بالتليفون أنا افتكرت لما قالوا الراوي، تبادر إلى ذهني برنامج الراوي. أنا سويته لتلفزيون الجزيرة للأطفال قبل كم سنة، 35 أو 34 حلقة، ونال نجاح كبير جدا الحقيقة. بذلنا فيه مجهود كبير، نوجه تحية للمخرج حافظ علي، يعني هو اللي كان مخرج البرنامج، ونجح نجاح كبير جدا. فأول ما قالوا لي تبادر إلى ذهني أن البرنامج للأطفال، وانقطعوا عني، صارت مشاكل. كان المفروض أن احنا نروح الأردن، أروح الأردن في من ضمن الفكرة، يعني تنفيذ البرنامج هناك، نقعد ما يقرب 10 أيام أو أقل، قاصر زايد أسرع ما يمكن، لأن الفكرة جت قبل رمضان بأيام يعني. وبعدين انقطعت الأخبار لظروف أني أنا يعني مو متطعم، وشلون أروح الأردن، بقعد في حجر، برجع في حجر. فالمسألة فيها صار، وصارت سكتة عقبها. بعد فترة رجع كلمني الأستاذ حمد عبد الرضا، اللي يقول الجماعة أبشرك غيروا رأيهم عن الأردن وبيسوون البرنامج هني. قلت والله زين، فكرة حلوة، شلون؟ أوكي ما أوكي؟ قلت له أوكي، ابعث لي على الأقل بعض الحلقات الأولية اللي موجودة أقراها. والله صوروا لي ما أدري 5 4 حلقات شيء كذي، ويابوها بسرعة البيت. أول ما قريت لقيت الموضوع، لا وين، أنا كل ظني وفكري إن الـ 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 البرنامج موجه للطفل يعني، وكل تحضيري الفكري وكذي إن أنا يعني إيش بسوي. فلما قريت نص الحلقات اللي عطوني إياها، لقيت لا الموضوع مختلف، وإن تشابه في يعني شيء من الأسلوب العرض الفني للموضوع. صارت الفكرة، لا قعدت أنا وقريت الحلقات وحطيت تصوري يعني شلون بسويها، تعالوا هذا الموضوع يختلف كذا، يا شلون كذي. قلت والله أنا أتصور كيت كيت كيت. على طول استحضرت الحكواتي، واستحضرت كخبرة فنية وكممثل المونو دراما، إن أنت الشيء ذي يعتمد على شخص واحد، أنت المواجه للجمهور وهالكاميرا، أقول فشلون تقول، شلون تعرض إمكانياتك الفنية، وشلون تعرض الموضوع للجمهور بأسلوب سلس جميل بسيط غير مصطنع، أمور كثيرة طبعا، بحيث ما يحس المشاهد بشيء من الملل يعني والتذمر، تعرف حكي فيستضيق. وأشكر طبعاً الأستاذ المخرج توني، ما قصر، تعاون معاي وكان متفهم، وكان يعني مالك لأدواته لتوزيع الكاميرات، وأشكرهم في اختيارهم للموقع التسجيل، الديكور اختاروا البيت الشامي في متحف الشيخ فيصل، الله يعطيهم العافية ومبارك لهم بالعيد، ولتعاونهم أيضا. وبس الصراع الأخير كان صراع مع الزمن،
في أنك خلال 4 أيام تقريبا لازم تخلص من الاستوديو اللي هو المتحف هناك وتخلص إجراءاتك، وصراع مع الزمن في أن العمل ذي لازم يتمنتج وما باقي شيء عن رمضان. وأشكر حمد اللي تعاونه، حمد عبد الرضا وأخوه ناصر هم اللي اختاروا يعني الشكل الملابس، اخترناها من مسرح قطر، فرقة قطر المسرحية، غيرنا الملابس، عملناها البيت الشامي، كان يعني الجو التاريخي الأموي أو العباسي يعني بما يتناسب مع الشخصيات أيضا اللي بنتكلم عنها، أبو دولامة واللي تناولنا الحديث عن كثير من الشخصيات. فحاولت أنا قدر المستطاع، معلش طولت في الشرح، أني أكون خفيف الظل. يعني في بعض الحلقات تساعدك وبعض الحلقات سردية يعني مملة، يعني ما فيها أكشن مثل ما تقول. مثلا في حلقة أبو دلامة حلوة، فيها النكتة وفيها إلقاء الشعر وفيها المواقف مع الخليفة، في مواقف مثلا الفروسية، في حلقة عن الأسطورة، ايش يصير ايش ما يصير، كل هذه تحاول زينة ان انت كفنان زينة ولا مو بزينة او مملة، هذه بحكم المشاهد يمكن تيوزل المملة اذا انت تقولها يعني. لا حبيبي فيها انا الرسالة اتكلم والعبرة. عن خبرتي انا، انا اتصور قبل ايه؟ انا اتصور هالشيء فان المتلقي هل سيقبل هالشيء اذا انا سويت كذي ولا سويت كذي، فانا يعني بالخبرة احاول أمسك العصا من النص وأمسك المشاهد بأن ما يحس بالملل، يعني وخليه يتابعني يستمتع باللي أنا أقوله. أكيد طبعا بناظر مثل ما ذكرت يعني الموضوع كامل، هو مش بس عمل فرد واحد، أيضا هناك فريق كامل يعني من الممثلين من المصورين من المخرجين أيضا من القصة بحد ذاتها وتصوير أو مثل ما نقول اللي هو جمع هذا العمل كامل علشان يطلع للمشاهد. فايضا هاي بعد الموضوع ايضا ينطبق مثل ما تفضل ذكرت الدكتور احمد اللي هو موضوع التطور اللي قاعد يصير، تطور التعليم ايضا، الاشياء من حولنا ايضا قاعد تتطور، حتى الاعمال الدراميه بحد ذاتها قاعده تمر في مراحل تطور. اذا ما خاب ظني يمكن كان انتاج الاعمال الدراميه في السابق يختلف تماما عن انتاجها في الوقت الحالي، نتكلم عن هذا الموضوع. نعم أرجو أن أعطى نفس الوقت الذي أعطي لبناظر. أكيد 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 ضيوفنا ضيوفنا أنتو. تلفزيون قطر كان ينتج إنتاج عالمي في الثمانينات، الكتابة على لحم يحترق، هارون الرشيد وغيره وغيره وغيره، فكنا ننافس الكويت يعني عادي. فهذا التلفزيون كان أنتج أشياء رائعة جدا، لكن ما تفضلت فيه الآن نوعية الإنتاج اختلف. وأنا السنة راقبت، أنا أكتب طبعاً على أساس أنا أسوي سيرفيس ساعات، فلاحظت أن الإنتاج في نوع من التطويل الأول، إحنا نسميه لونج إير في التلفزيون، تطويل بلا مبرر. أنا حسبت 10 دقائق في مسلسل واحد، 10 دقائق واحدة قاعدة شي على الطاولة وتدور الكاميرا في بانوراما كذا كذا عليها، هاي تو ماتش، هذه ممل للعين أو للمستمع. أيضا كانت هناك نقمة طبعا على بعض الألفاظ التي طلعت في أحد في مسلسلين ثلاثة، طبعا ألفاظ لا تناسب حتى الشهر الكريم، يعني كله صراخ، الوجه محتد جدا جدا، يعني إحنا مطلوب منا في التلفزيون نبث شنو، نبث القوة الإيجابية مش السلبية، فكانوا يعني متجهمين جدا. هذا لا يمنع أن في بعض الإنتاج الجيد، أنا عجبني يعني كذا مسلسل وتابعتهم، فالإنتاج يعني يتأرجح مثل ما نعرف، وهذه سوق، هذه سوق. وبعدين طبعا تدخل في الإنتاج طبعا بعض الأمور المصالحية، خلاص أسميه بين قوسين، أن ليش هاي البرنامج الآن لا 15 سنة يعرض رغم في نقمة من المشاهدين على هذا البرنامج، نقمة جدا جدا حتى في البلد الذي ينتج فيه. فبالتالي فيه، فأنا أتمنى طبعا الواحد يتمنى أن إحنا إنتاجنا صحيح
أنا دائما أذكر الإخوان بأن أي إنتاج درامي لا يعكس المجتمع اللي لا يعكس الممثلين أو المخرج، يعكس القيمة الإنسانية للمسلسل. فبالتالي مو بغازي مثلا شارك في مسلسل هو شرير وكذا كذا نقول هذه القطريين شريرين، لا، هاي الصورة لازم نشيلها. فبالتالي أنا أنظر للعمل الدرامي أنها قيمة إنسانية، لكن أيضا في القيمة الإنسانية توجد قيم فنية، ولعل أهمها التبرير. أنا ما يصير أجي في مسلسل أحط الكتاب على الطاولة وشو المشاهد شافه ويموت، لا، هذه مثل إحنا في الرواية، في الرواية ساعات أنت تلاقي شخصية موجودة فجأة اختفت هاي الشخصية، لازم تبرر ليش، هل هي توفت، هل هي سافرت، هل كذا. فبالتالي ثقافة التبرير في العمل الدرامي مهمة جدا، وهي مرتكز أساسي للدراما. لو اليوم الحين نروح للكاتب القطري العربي الخليجي، هل اليوم أنت تشوف القدرات موجودة، المستوى اللي قاعد تتحدث عنه احنا وصلنا له، كم سنه يبيلنا عشان نوصل له، بما ان انت في المجال واليوم يعني احد اصداراتك معك؟ هذا هو الاصدار العاشر اذا في وقت نتكلم عنه ان شاء الله بعد شوي، لان عن دخان، ودخان مدينه عزيزه علينا كلنا. سؤالك مهم جدا جدا. يعني احيانا حتى اهل الدراما واستاذ غازي يعرف، يعني يمكن يبون حد يوصلهم. يعني أنا عندي 10 روايات لليوم ما في منتج جاني قال لي ممكن نسوي واحدة من رواياتك مسلسل، وهم قابلين أن يكونوا مسلسل، لأن أساساً أنا كاتب سيناريو أول ما جيت التلفزيون. فبالتالي حتى الكتابة الروائية هي مشهدية بصرية وليست إنشائية. فأنا أعتقد مثل ما قال أحد الأخوة الأعزاء، إحنا بحاجة إلى ورش. يعني أنا إذا يجوز لي أقترح أن التلفزيون من اليوم يعمل ورشة ل3-4 كتاب، نبي والله حق رمضان الجاي نبي نسوي شيء. هذه الورشة ممكن 2 يشتركون في مسلسل، ممكن 1 يكتب مسلسل بأفكار آخرين. وبالتالي الورشة مهمة جدا جدا. يعني أنت عارف افتح يا سمسم أنا شاركت فيه سنة 1977 في الكويت في أول 100 حلقة، كانت في ورشة جمعوا الكتاب العرب في الكويت لمدة 6 شهور، وأيضا هي عن ورشة التلفزيون الأمريكي الأصل. فبالتالي أنا أعتقد أن عمل الورش مهم جدا جدا. وبعدين دور وين المنتجين؟ لو حبينا نتكلم عن الإنتاج، أين المنتجين؟ يعني إحنا عندنا، يمكن أنا عارف أن في تصاريح حق 10 شركات، صلحني بونا، 10 شركات إنتاج. طيب وينهم؟ وين الإنتاج هذا؟ يعني طبعا كل واحد له عذر، طبعا يقول لك الميزانية أو الإنتاج اللي شو يسمونه هذا 60% و40%، أوكي، منتج منفذ وما إلى ذلك. لكن يعني لابد من مبادرة. أنا أعتقد أن إحنا عندنا كفاءات، عندنا ممثلين، عندنا كتاب، عندنا أيضا مخرجين، فلابد من مبادرة على أساس يتبلور شيء جديد حق يعني الأيام الجاية. أكيد طبعا. يمكن دكتور أحمد إحنا بنرجع ونعرف تفاصيل أكثر لكتاب دخان، لكن ننتقل مرة ثانية حق صوت الخليج ونشوف الزملاء رجاء سلمان وأيضا الأخوان موجودين هناك في صوت الخليج مع برنامج سهرات ليالي العيد، إيش عندهم ولنعودة. بالعكس، هذا الشيء إن حصل فتأكد إنه شرف لي طال عمرك. أبرك الساعات والله، أنا اللي أتشرف. يلا هذا عمل حصري على الهواء يعني. والله ناصر يستاهل. يستاهل الطيب، تستاهل أكثر. بالعكس كلكم ولك. بالعكس والله، أغنية سعود كان أغنيتي والله، ما في شك. يعني حتى ما قلتها كمدح، قلتها يعني لأن أغنية فعلا من كل الجوانب. خاصة إحنا راح نخليكم تغنوها بعد شوي. جميلة جميلة جميلة. بالعكس ناصر، هذه الله يسلمك شعار احط وسام على صدري، شهاده من فنان جميل. الله يرفع قدرك. الله يسلمك. يعطيك العافيه شعر والملحن سراب، استمتعنا بهذه المداخله الجميله، وان شاء الله دائما نلتقي معك على خير. شكرا لك. الله يعافيك اختي، والمبارك عليكم العيد مره ثانيه وكل عام. تسلم، وانت بخير وصحه وسلامه. طيب
عمر في مجال نروح للتقرير ناصر ولا نكمل؟ طيب احنا نكمل على فكرة لأن التلفزيون احنا يعني ياخذون لقطات من برنامج سهرات العيد، فان شاء الله لما نخلص مع التلفزيون نسمع يعني احنا صوت وصورة، لا احنا بس ياخذون لقطات تلفزيون قطر اللي نوجه لهم احلى تحية ونقول لهم عيدكم مبارك ان شاء الله. طيب ان كانوا مشاهدينا من خلال تلفزيون قطر او مستمعينا عبر اثير اذاعة صوت الخليج او من خلال البريسكوب لايف انستغرام، ما شاء الله متواصلين معنا حبتنا في كل مكان. اي والله نسمع غنى، يقول لي المنفذ نسمع غنى، انتوا هو قلتوا عن اغنيه تقيب وانا قلت اصيدكم من هالناحيه يعني ونسمع تقيب، يعني ما يصير سمعنا اغنيه حق ناصر مساعة غنيتوها انتوا ديو، خلينا نسمع تقيب مع بعض. عطنا كلماتها اي ما في انا لاحظت ان ناصر ما يحفظ وسعود يحفظ. انا والله العظيم ان الحفظ في صوب وانا صوب، انا ما احفظ ترى، ما شفت مساعة قاعد تعيد نفس الكلام والله حقني سامروين كلام. يلا ما مو مشكلة، عندكم المجال تطلعون كلمة تقنية. أكيد احنا متواصلين معكم أحبتنا في كل مكان حتى العاشرة والنصف عبر دانة الأصوات صوت الخليج. جاهزة شغيب؟ يلا معلش معلش يلا مساء تغيب وتغيب مع غيابك أماني ويظل لك القلب دوم عشاك مقوى مقوى على فراقك ثواني يا شين طعم البعد وذاك الفراق الروح الروح منك امتعاني ما خذتها بحضنك ولا حتى بعانك ضاع بفراقكم كل هالمعاني من بعدكم ما عادت هالعيشة تنطق تغيب وتغيب مع غيابك أماني ويظل لك القلب دوم عشاك مقوى مقوى على فراقك ثواني يا شين طعم البعد وذاك الفراق الله 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 الله, 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 الله. صراحة بدعته الله يعطيكم العافية، أنا رسائل كثيرة قاعد توصلني الله بدعته صراحة ما كان ودي تخلصون بس يلا مو مشكلة نسمع أغاني ثانية بعدين. إذن نروح للتقرير ناصر عمر. إذن عودة لكم مشاهدينا، كنا معكم في صوت الخليج ونرجع مع أساتذتنا. بناظم تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام؟ ما اعرفهم كلش، بس الواتساب. زين ما يلك على الواتساب مرات لقطات لك قديمه من المسلسلات؟ والله يطرشون وانت تشرب القهوه التركيش وانت تطالع كذي حركات او من مسلسل وكذا مسلسل، يعني بعض اللقطات حكم البشر هاي اللي يعني راكب الدري اللي راكب يرقص ليه هو ما شلون يعني حركات كذي اختارونها الشباب في كذا شغلات وايد. ايش رايك في يعني هاي الهبه اللي صايره اللي هو ياخذون لقطه يقول لك والله هاي يمثلني وانا مثلا توني قاعد ولا رايح هني ولا راد من الدوام، ما يزعلك اذا حطوا لك مشهد شيء؟ لا لا ليش ازعل، شنو اجتهادات شخصيه ويمكن نابعه عن محبه ويمكن نابع عن كره أو زعل الله أعلم، الأعمال بالنيات. فبالعكس هاي ممكن يعني
تعمل نوع من تجديد الذاكرة عند الجمهور لشخصك كفنان ممكن. لا بس هي حلوة يعني. يعني أنا مرات إذا دوام على الكيبورد أتذكر لما أنت على الكيبورد كنت تكتب. فهذه من ضمن يعني اللقطات، ففي يمكن واحد يستغلها استغلال سيء الله يسامحه، ولا بشكل عام الحمد لله يعني إحنا عملنا حتى عادل إمام وسعيد صالح يختارون لهم لقطات وايد. سعد الفرج الله يعطيه الصحة وطولة العمر، هاي اللي يقول قوية قوية يعني مكررة ومعروفة، فصارت مثل يعني الشيء اللازمة. أنا يعني ما لي خص فيه، ما أنا عندي غازي حسين اليوم حبيبي يعني. الله يعزك يعني. أنا أحب أشكر بس مؤسسة البدع الإنتاجية اللي أنتجت العمل، اللي يعني الناس اللي تعاونوا معاي في عمل الراوي، بس حبيت أشكرهم في العيد وبارك لهم، لأن كانوا فعلا هالفترة الأربعة أيام اللي اشتغلناها كانت كنا أسرة واحدة يستاهلون يعني. فحبيت بس هذه. عندك سؤال ثاني؟ راد لك راد لك اليوم يا أنا يا أنت يا لا أنت بعد راسي. مشاهدينا بنروح معاكم لبرنامج عيد وفن من تقديم مغانم شاهين والمياسة المعمري، ومعهم الفنان محمد المطوع. فإلى إذاعة قطر. جميل من الفنان محمد المطوع، مثل ما ذكر غانم فنان عنده مود معين اليوم
حاب انه يدخلنا فيه باحساسه وباختياراته. والله احنا دشينا المود مياسة، هذه طبعا من 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 روائع صوت الارض طلال مداح. اليوم مودك انت صوت الارض، ها مش انا يعني كذا وكذا، اداء جدا طبعا جميل. وانت فنان محمد يعني، وراح احنا ندردش معاك ونتكلم بشكل عام. مياسة طبعا في البداية غانم، قبل ما احنا نكمل مع ضيفنا الفنان محمد المطوع، نحب ننوه مستمعينا ان احنا في ربط مع برنامج يبث حاليا على تلفزيون قطر، وايضا هما في ربط مع اذاعه صوت الخليج، وهذه البادره الجميله نشكر من خلالها المؤسسه القطريه للاعلام اللي مثل ما عودتنا في كل عيد في الاونه الاخيره انها تقدم هذا نعم. البث الجميل في برامج متنوعه او مختلفه. محمد انا بروح حق سؤال، اول عمل كان لك اللي في اغنيه اه والشوق اعتقد، اول عمل لي في الاذاعه، اول عمل لك، خلينا نقول عمل رسمي لك، عمل يعني قصتك نزل؟ اي نعم، اول عمل نزل اهو الشوق نعم، بس قبله كان خلاص سوي اللي تبي، بس انه ما نزل يعني. اه خلاص سوي اللي تبي قبل اهو الشوق نعم. طيب أهو انا عندي سؤال لغانم قبل ما نبلش فيه حتى اعمال القادمه، دائما نسال اي فنان او اي مشهور شنو بدايته تكون، واغلبهم يجاوبون اي جواب صدفه، ايش رايك؟ عاد الحين هو اللي بيجاوبك، نسال محمد. محمد شلون كانت بداياتك؟ صدفة؟ لا. من اللي اكتشف موهبة محمد؟ قصة غريبة عجيبة. أنا كنت يعني اتصل فيني محمد عبد الله. محمد عبد الله من إذاعة صوت خليج. نعم موجه له تحية، يستاهل أبو عبد الله. يستاهل. فكلمني قال السلام عليكم أنا. أنا ذيك الفترة. إذن عود لكم مشاهدينا، وكنا في نقل وبث مشترك مع إذاعة قطر، بنكمل حديثنا وسوالفنا، وحتى وإحنا مو على الهواء ترى أبو ناظم قاعد يلعوزنا شوي بحركات شوي، الله يرحم والديك، خلنا نسولف يا أخوك، ها خلنا شوي نبي نسولف، نبي ناخذ ونعطي. انت عيد يا يبا عيد، وتبي تكسر الحاجز وتضحك، ما شفت عيديتك شو أسوي لك؟ ما شفت لا لازم أسوي لك. دكتور أحمد حبيبي، ابي رايك بالراوي الالكتروني، الكاتب الالكتروني، دور النشر. نعم قبل 5 سنين 6 10 سنين ما اعتقد انه كان في اسم نعم. دار نشر قطريه يعني بشكل بارز. اليوم ممكن لو تسال اي احد ممكن يستذكر لك اسم اسمين نعم. في اسامي طلعت على الساحه طلعت من وراها اسامي كتاب قطريين. صحيح. أنت تقصد الراوي أو الرواية. تاريخياً من 93 إلى 2005 كان هناك قطريتان أختان كتبوا الرواية، كتبتا الرواية فقط لين 2005، دلال خليفة وشعاع خليفة، هم كتبوا أول 3 أو 4 روايات. من 2005 بدأت الرواية تدخل إلى يعني مجال الكتاب الرجال، وهنا ركود شوي، ما بسترسل كثيرا لا، لكن أنا أتكلم عن الحقبة التي جاءت مع بروز دور النشر. عندنا الحين 5 دور نشر قطرية فاعلة، فمع هذه الدور أنا لاحظت هناك كم كبير، بحيث أن خلال 3 سنوات من طبعا أنا دائما أجمعهم على أساس أعمل عليهم دراسات، طلعت عندنا اليوم إذا يعني طبعا اكيد طلعت خلال الشهرين اللي راحوا وحاجات، بس لحد 2022 132 روايه قطريه. لاحظ الكلام هذا خلال يعني 132 روايه خلال المده يعني في خلال 4 سنين او 5 سنين. فهذا ايضا يثير سؤال، ليش؟ اكيد طبعا دور النشر ما مقصرين، الشباب يساعدون، وبوجود دور نشر يعني احنا طبعا انا قبلهم كنت بيروت او الكويت انشر برا، لكن لما توفرت هذه الدور بدت، فصار كم كبير جدا من الانتاج. الكم الكبير، ودائما في اي تطور متعلق بالمجتمع يكون هناك عقب يصير منخل، احنا نقول الجيد يبقى والغير جيد يعني يتلاشى. فالان
دور النشر بدأت تضع بعض القواعد والأسس للتعامل مع هذا الكم الكبير من الإنتاج الروائي. طبعا لا يريد أن نخوض في حالة نقدية لا. فاليوم أنا أقول الحمد لله في دور نشر والله يساعدهم إن شاء الله كلهم أن يطلعون لنا ذاك الإنتاج الجيد، والقائمين عليه أيضا لهم ذائقة يعني في دور النشر كلهم بلا استثناء. فنريد أنا ودي طبعا ودي أن الرواية القطرية تطلع برا. إحنا مشكلتنا شنو يعني؟ لربما اليوم هذه أول مرة تطلع عن طريق تلفزيون قطر أنه والله يقولون والله في رواية قطرية موجودة تضاف إلى التسع روايات السابقة. لكن إحنا أيضا أنا أحرض نفسي طبعا وأقول إحنا بحاجة إلى أن إحنا نطلع إنتاجنا مثل ما أنتم ساعة تقولون حق مناظم الإنتاج وكذا وتقولون الدراما. أيضا في مجال الرواية يعني المفروض أن يكون في، وخصوصا نحن عندنا مؤسسات راعية يعني زي كتارة على سبيل المثال، من المحفزات اللي حطت أنها وضعت جائزة كتارة للرواية ووضعت فئة للقطريين أيضا، وهذا اتجاه حميد طبعا، وفازوا 2 قطريين خلال الفترة الماضية وإن شاء الله السنة بعد. إذا ممكن بس تسلفني الرواية؟ أسلفك نص بس مش فلوس بعقمها عقبها. الفلوس خلوها لي. فهمتها أبو ناظم، فهمتها. أنا يعني خلال سؤالي لك دكتور يعني بنعرض بس الكتاب إذا تسمح لنا على الشاشة. إيه تفضل دكتور. يعني الحين في الأسامي اللي ظهرت على الساحة، هل أنت يعني جذبك أو الفتك اسم من الأسماء القطرية قلت هذه كتاباتها طيبة عندها أسس جيدة؟ بغض النظر عن اللي ممكن ما يعجبك، يعني في حد الفتك؟ أنت تقصد العنوان ولا الموضوع؟ لا ككاتب، كإنتاجات هذا الكاتب، كاختيار المواضيع يعني. أي والله إحنا عندنا مجموعة، أنا لا أريد أن أكون حكما هنا، لكن عندنا مجموعة جيدة. الأخ عيسى عبد الله نعم. نعم عمل إنتاج عندنا من الشباب أيضا الفخرو عبد الله. عبد الله تطور شديد خلال السنتين اللي راحوا وأنا أشد على يده. أيضا في عندنا عايش الخليفي بادئة كمان لكنها جيدة، وأسماء كثيرة يعني ما بأهضمهم الحق يعني. ولكن أنا أقول لك طلعت روايات قطرية أنا بصراحة كان نفسي أكتبها اللي هي رواية فرج، قصة الحب والعبودية اللي زميلنا الأخ علي محمد عبد الله الفنان التشكيلي. هذه رواية رائعة وأنا أثني أن تصير هذه مسلسل بكل أمانة. عندنا أيضا اسم جميل جدا عبد العزيز المحمود اللي عمل القرصان صحيح، وعمل الشراع المقدس. هذه روايات على مستوى أقول لك عربي يعني مو قطري لا أو خليجي، على مستوى عربي. عندنا عبد الرحيم الصديقي صديقنا بعد نبارك لفاز طبعا العام في جائزة كتارة للرواية. فهذه يعني في أسماء. بس على عجالة، سمعت عن كاتب قطري كتب باللغة الإنجليزية؟ أنا سمعت عن كاتبة إيه؟ كمام المعاضيد. يا سلام عليك. نعم نعم سوت وهدتني كتابها وما شاء الله عليها، يعني عندها زين. 3 إصدارات إيه؟ أنا اطلعت على إصدار بشكل كامل إيه؟ شيء ما تتوقعه. صحيح صحيح. ووصلت لمرحلة أن حتى المواقع العالمية توفر هذا الكتاب. إيه لأنه بلغة ثانية. هاي النقطة اللي إحنا نفتقدها في قطر اللي هي الترجمة. يعني إحنا نحتاج إلى ترجمة أعمالنا، والناشر لربما لا يستطيع أن يغامر بالغين في قضية أنه ينشر بالإنجليزي. لكن أنت تعرف في بريطانيا ولا في أمريكا يكفي الروائي يطلع رواية واحدة في حياته عمره 65 ملايين النسخ تم ترجمتها إلى عدة، بس طلعها بالإنجليزي وعقب يترجم. ملتقى المؤلفين القطريين أعتقد أن أتاح هذه الفرصة، وإن شاء الله بنكمل حديثنا في هذا الجانب. أكيد طبعا ضيفنا الكرام وأيضا نايف. نطلع فاصل قصير. توكل. مشاهدين الكرام نطلع وياكم فاصل قصير ولنا عودة نستكمل برنامج ملعيدين، خلكم قرام.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل القصير. نستكمل وياكم برنامج من العايدين، هذا البرنامج اللي يأتيكم على شاشة تلفزيون قطر، وأيضا لنا انتقالات مشاهدينا الكرام إلى إذاعة قطر مع زملائنا وأيضا في إذاعة صوت الخليج. ناخذكم من فترة والثانية أنا ونايف، نسير على الجماعة نشوف ايش عندهم من مواضيع، من أغاني، دندنة، طربيات. والله موجود معنا شخص يا أخي حنجرته ذهبية بس ما يبي، ما أدري يعني حسيته هو يعني متردد. يعطيك بنظرة شوفه. أنا أبي أسمع الصوت، أنا ما أبي النظرة. إيش تقصد أنت تسوي مسابقة نسوي؟ أنا أتصالف مع الدكتور. يمكن في جوائز في شيء. بس أنت تدري أن الموضوع صوبك. أنت تبيني شو اسمه أغني لك وأنا ما أخذ إبرة وتعبان وصوتي رايح و... ما عليك شر إن شاء الله. مقطع. كوبليه. إيش مقطع أقول لك؟ يا ليلتي اللي عيد أنستينا، يا ليلتي اللي عيد أنستينا، وجددت الأمل فينا، يا ليلتي اللي عيد. الله عليك. هلالك هل علينا فرحنا بو وغنينا، هلالك هل علينا فرحنا بو وغنينا. يا سلام عليك. الله عليك. الله عليك. الذهب لا يصدق يا ابو ناظم. يا عين عليك، ما عليك زود يا الماس. لا 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 انا ما اقدر عليه. ابو ناظم، يعني اذا شوي نرجع للماضي، نرجع للذكريات، نرجع للتاريخ، يعني خلينا نقول انجازات لا تحصى من مسلسلات، من اشياء تم انتاجها في الماضي. اصعب الادوار أو الدور اللي صج ترك بصمة في شخصية أبو ناظم. والله التاريخ طويل، رجعتك ورا وايد، والأعمال كثيرة، وأحد الشهداء أو الشاهدين على هالمسيرة الدكتور أحمد. صحيح. من البدايات، أول ما تأسست إذاعة قطر ودخلنا في يعني إخراج وتمثيل المسلسلات الإذاعية وتأليفها وكتابتها وما إلى ذلك. بس على مستوى طبعاً الدراما بشكل عام مشهوراً التلفزيون، يعني غيرنا الحركة المسرحية بعد لها جوها ولها تاريخها. الحقيقة أنا تصديت لكثير من الأعمال والشخصيات القوية جداً في الدراما القطرية والخليجية والتاريخية، يعني بنظم أسندت لأدوار. يعني في مشهد، مقطع كلامك، في مشهد كان مفروض أن يكون كتمثيلي أن أنت تنضرب بالسكين، ولكن صارت صج. أي مسلسل هاي؟ إيش صار؟ هذا في مسلسل هدوء وعواصف، نوجه التحية للأخ المخرج البحريني محمد القفاص، أخ عزيز وصديق، هو اختارني لأول عمل يخرجه كثلاثين حلقة. يعني كلمني وبعث لي النص وأبديت ملاحظاتي، قلت له كذا وكذا وكذا، لي ملاحظات. يعني قال لي أنت الوحيد اللي ممكن يعني ناخذ بآرائك ولك الحرية في أنك تقول وتبدي رأيك فيه. فيعني أسند لي شخصية قوية جدا بحكم تصوره لأعمالي السابقة اللي شافها، لسيرتي الذاتية في التمثيل، في تركيبة الشكل يعني فأسند لي شخصية يعني الحقيقة عملت جو وطفرة حتى في الدراما الخليجية بشكل عام. يعني
حتى ككتابة هم كاتبينها الأستاذ أحمد الفردان وهو كتأليف وهو كإخراج. فمن ضمن أحداث المسلسل شخصية شرسة مسيطرة متسلطة يعني، فأنا يعني جسدت الشخصية بتصوري لها من خلال قراءتي وبتعاوني معاه باعتباره كمخرج وككاتب في شلون يعني هل الشخصية هي بالطريقة الفلانية بالأسلوب الفلاني إلى أن وصلنا يعني إلى المشهد اللي أنت تبي تتكلم عنه. وبالصدفة جايبين طاري المشهد اليوم على على واحنا على سفرة الطعام مع العائلة بالصدفة في واحدة من أهلنا ما تدري عن لا تقول بنتي كذا صار كذي، والله كذي صار. نصير أحداث من خلال المسلسلات أو سينما أو مسرح في حركة معينة يعني تتعامل مع آلة خطرة أو شيء ويصير قضاء وقدر يعني. بس أنت ما رضيت إنه يوقفون، قلت لهم كملوا. أيوة أي لما صار الله يسلمك إن رنا الأبيض الممثلة السورية نوجه لها التحية ونعايدها والشعب السوري كله، هي من كثر ما أنا عذبتها في المسلسل تعيش حلم إنها تنتقم مني، يعني تبرد حرتها فيني بأنها تقتلني. فمشهد خيال يتصور حتى هو يعني مثل يعني حلم. فأنا طبعا كشخصية غنية وما أدري شنو قاعد على البرشة وحاطري لي في الماي وأخذ جوي وأغني ومبسوط فهي تي من وراي بسكين، فعلا سكين جديدة جايبينها لأول مرة غرزت في جسمي وسكين هالطول. لا إله إلا الله. وسوينا بروفة يعني كان المفروض تضربني في ظهري مثلا، هي سكين كذي والكاميرا هناك ما تبين بالضبط يعني بس تبين الحركة. مع التنفيذ ما أدري أنا مسوي كذي شوي من حني ظهري فيات الضربة زين قول ما نزلت هني. لا لا. انزلت على لوح الكتف يعني زين بعد حماني لوح الكتف وانغرزت السكين في ظهري. في هاللحظة أنا ما حسيت لأن السكين جديدة. فانتظر هي تقول لي كلمة في الحوار أشوف تأخرت شوي التفت عليها أقول هاي بما معناه يعني قولي حوارك. فلقيتها منهارة الوجه معتفس وتطالعني كذي وتنتفض وتسوي لي حركة بما معناه أني أنا ضربتك صج. ما شفت شيء معلق هنا؟ لا هي يعني راحت السكين يعني شالت. فهاللحظة دي أنا حسيت يعني فعلا أن في شيء مع الحركة لأن مع حرارة الضربة في الأول ما تعد أحس. عقب حسيت أن الدم قام يطلع وكذي. فالمخرج قاعد هناك على آخر البرشة مع المونيتور فقلت له يا أبو محمود أنا انضربت صج ترى بسرعة أخذوا اللقطة علشان الدم طبيعي وكل شيء طبيعي. دمك يطلع وانت تحاط المشهد؟ اي احاطي فعلا لأن فعلا يخدم ال طبيعي يصير غير المصطنع. الله لا يعود ان شاء الله من المشهد. فاقول لك فهي يركض وطالع حط كلينكس كذي وشال ولا الدم لا يقول لا 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 انت لازم نوديك المستشفى. قلت له خذ بسرعة يعني اللقطة احسن. قال لي بس نخاف يصير فيه تسمم تكون السكين شيء كذي. هاي الكلمة أقنعتني فرحنا وعملنا العملية الجراحية أيضا من غير بنج على طول بسرعة ويانا كملنا. الله يعطيك الصحة والعافية. فهذه ما يعني يصادف الإنسان في حياته. خلنا نكسر الجو شوي دخلنا في الدم والسكين. لا بس بعد ذكريات يعني نكملها في عيد الأضحى. أنت اللي جبت الموضوع
بعد يعني انت اللي بديت كم مره بسولف معه انا ما عليه. مشاهدين نروح معاكم لاذاعه صوت الخليج ونرجع ان شاء الله نكمل حديثنا. كتارة ابدعوا في المسارح اللي موجوده صب يعني المسرح الدراما مسرح الاوبرا بس مسرح الاوبرا يعني المكان اللوكيشن اللي اختاروه للامانه هو بحد ذاته يعني شيء رهيب صح. فبالاضافه الى الديكور والاضاءه والفنانين والعازفين يعني كان شيء جدا جميل. شو الاريح للفنان ان تكون مثلا الجلسه كصوت ولا تكون مصوره مثل مشاركه تلفزيون القطر بالتصوير؟ طبعا في الوقت الحالي التصوير هو شيء مهم جدا. الشيء يعني توثيق تحس انه راح يكون منها توثيق ومنها انتشار الفنان نفسه صح. يعني مثلا الحين في ناس ما يشدهم السمع بس يبي يشوف الديكور يبي يشوف الفنان يبي يشوف شكله يبي يشوف شلون طريقه هذا فراح تشده اكثر كدعم للفنان نفسه كتوثيق للاغنيه كارشيف للتلفزيون قطار صح. للاذاعه هذا انا مع التصوير 100% صح. حتى يا اخي السوشيال ميديا صح. ما تقدر تنزل تراك بس صحيح. الناس تسمع صحيح. لازم شيء مرئي الناس تشوفه والله اخوي ناصر بعد ذكرتني موضوع السوشيال ميديا حتى الحين يعني يمكن اخوي ناصر سبقني في هالموضوع الحين جاتنا فتره ان بس كنا نحط الصور والاغنيه يعني وممكن انها نسويها لين اليوم ايه. مثلا ساعات يربطك انه ما عندك وقت ساعات يصير صح. لكن اذا في مجال والله لو بس تغني مو بشرط تغني بس تحرك وجهك وتعابيرك وشكلك والكلام يظهر بعد افضل 100 مره من الصور صح. اكيد اكيد ما في شك هي والله شك زين احنا ايش رايكم نريح شوي المستمعين والنسبه أي طبعا المنفذ يعني طبعا نوجه تحية أكيد لتلفزيون قطر ولكل مستمعي إذاعة صوت الخليج. تلفزيون قطر طبعا في هاللحظات احنا معاهم على الهواء ونقول لهم من جديد عيدكم مبارك يا رب. بما أن تلفزيون قطر معانا شايكم نسمحهم شيء انتوا الاثنين ولا شو تختارون؟ اللي ودكم والله تبون نغني شيء كذي فلكلوري مثلا يلا يطري على بالي شيء ما ادري والله قاعد افكر في غنية انا وش قاعد افكر في غنية بس ما ادري شو تكم تسمعون في شيء والله شوف انا المنفذ يقول لي اغنيه وطنيه انتوا ايش رايكم وطنيه اي ولا انتوا ايش رايكم اوكي ولا حبيتوا الغور كيفكم اللي براحتكم يعني حق عن خيركم غني وطنيه او شيء قديم او شيء قديم والهان مسير انا ما ادري اذا تبون نقول وطني نقول شميله يلا روح يا ويله يا ويله اللي طمع في دارنا يا ويله ما ينفع بس ولا حينات يا ويله شوميله شوميله يما الهدب راعي الحدب شوميله شيخ انت نوم لابته وقفته شوميله وعنجيله من صغر سنه فارق عنجيله الصامل اللي بينت صملات عنجيلة شوميلة شوميلة يما الهدف راعي الحدب شوميلة شيخ نتنوم سلابته وقفاته شوميلة الله يعطيكم العافية بدعتوا الله بس احنا توهقنا ترى في الطبقه والله شوف من خلال ايضا الواتساب حابين يسمعون اغنيه منك رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذه الفقره او المقطع اللي اطربونا فيها مره جدا استمتعنا معهم بالاخوان في اذاعه قطر
نستكمل وياكم مشاهدينا الكرام. احنا قبل ما نطلع فاصل وانت ما عطيتني مجال سددت سؤالك دكتور احمد زين ما سالت سؤالي. المهم دكتور احمد انا بسكت شوف حتى الاسئله صار فيها تسديد تسديد ما في عسكريه هذه. قبل هذا كنت اتكلم عن النادي العربي والكوره وهالامور فنبي نعرف تفاصيل. ليش تقول العربي طالعني عرباوي بعد وش خليك مع الدكتور خليك مع الدكتور دكتور ادخان ادخان طبعا هذه اخر رواياته الروايه العاشره ولله الحمد. الفكرة جات يعني وهذه أنا أنبه فيها زملائي إن يا أخي المبدع حتى أبو ناظم يدري ذي الشيء عنده أكثر من عينين يلقط نسميه إحنا يلقط الأشياء. فأنا أمر رايح صوب المخيم لا أمر دخان شوي كذي مرة مرتين شفت الأماكن مكسرة علما بأني سنة 67 و68 حضرت ذي الأماكن. كنا في فرقة الأضواء نروح نسوي حفل ترفيهي للعمال والموظفين في فرقة الأضواء كل سنة. فجاءت الفكرة ليش ما أسوي حاجة. طبعا إدخان بقعة عزيزة على كل قطري لأنها منبع الخير كانت وأول بئر كان 1940 البئر رقم واحد ومنها طبعا تتصدر النفط بعد كم سنة إلى مسعيد. حبيت ان انا اربط الانسان وبعدين مهمه الروائي ان يسجل المكان. فانا حبيت اسجل دخان في الروايه العربيه مثل ما سووا الكبار نجيب محفوظ وديستوفسكي وغيره وغيره وغيره. فبدات لقيت لي واحد ابن حلال الله يمسيه بالخير عبد الله المنصوري وخذت دليل. ظلينا شهرين نمر ونسولف وصور نسولف وصور شهرين طبعا وانا اصور بالكاميرا واسجل بالتليفون لين اكتملت الرؤيه عندي. جلس حوالي على رواقه 6 اشهر بدات احط الفصول. طبعا هي طبعا ليست تاريخ لدخان بقدر ما هي قصه خياليه لأن من هالمنطقة الولد اللي عمره 5 سنين يمشي وانت بكرامة والمشاهدين كرامة وراء حمار أبوه هذا الرجل يصير سفير فيما بعد كان عنده رؤية ثاقبة. فكنت عالجت قضية التغيير المجتمعي في المجتمع القطري. فهو حطوه سنير في إدخان محل مع أبوه قال لا هاي الكلام سنة 71 قال لا أنا بروح الدوحة هناك المستقبل. وفعلا راح الدوحة ودخل الخارجية وتبدأ عقب قصة رومانسية فيها هذه الامرأة الإنجليزية طبعا اللي هو طبعا يتزوجها وينجبون عائلة يعني كثير ناجحة. فهذه القصة طبعا أن أنا أحث على أن الإنسان مهم نغير واقع الواقع ما يتم تحت الواقع نفسه ويستحوذ عليه. لذلك أنا دائما أقول حق طلبتي أيضا الطاقة الإيجابية لازم نطلعها على الطاقة السلبية. فهذه هي قصة سألك عن النادي العربي بس عشان فيصل المعلومة صحيح. فدخان طبعا من الأشياء اللي موجودة يعني كان في النادي العربي أوكي وفي كان أيضا مثلا عدة أماكن طبعا مقابر المسلمين ومقبرة المسيحيين في أيضا البئر رقم واحد طبعا مصور الآن الهيئة مصورته وفي ايضا الكانتين الاولي طبعا راح الحين نسمع بالكانتين احنا وفي برادات الدرويش وامور كثيره جدا والنادي مال اليخت ما وياك. فذي انا حطيته في قالب روائي وليس تسجيلي يعني على اساس بس الناس لا يقولون هذه ما صار ما نبي نحرقها احنا. هي الحين ما نزلت السوق يعني هي ما وصلت الدوحه حتى الان صدرت في الكويت باذن الله. واكيد يعني لك متابعينك على موقع التواصل الاجتماعي وخاصه في تويتر وانت ما راح تقصر بالاعلان عن ذلك. تسلم وناظم ان شاء الله اليوم ما لعوزناك يعني ان شاء الله انك مرتاح بالقعده. اليوم عيد والله العيد شوفتك يا شيخ الله يخليك ما عليك زوج. شن هي الكلمة اللي ممكن اليوم نختم فيها اللقاء واللي أنا قاعد أزعل بصراحة؟ والله يعني أول شيء إحنا نقول الله يديم علينا الأمن والأمان وأتمنى من كل قلبي
وإحساسي ومشاعري بأن الإنسان يرتقي بإنسانيته. كل إنسان مسلم غير مسلم ديانة غير إنسان على هالأرض، الأرض ذي أرضنا كلنا، لازم نعمرها بمشاعرنا الإنسانية الجميلة اللي تساعد على تطوير الحياة، وعلى أساس نعيش فيها كلنا بأمن وسلام وتعاون ومحبة ونعمرها. يعني الله بعث الإنسان خليفة على الأرض حتى يعمرها، مو حتى يدمرها، يدمرها بالحروب، يدمرها بالطائفية، يدمرها بالحسد، بالحقد، كل هالأمور ذي. يعني أتمنى أن الإنسان يعيش كما خلقها الله سبحانه وتعالى على الفطرة الإنسانية الجميلة. أرجو ذلك إن شاء الله بإذن الله. يعني كلمات جدا جميلة بناظم، وأكيد مثل ما قلت هي دعوة للجميع، لكل من يشاهد هذا البرنامج وأيضا حتى اللي غير متابعين لهذا البرنامج. أكيد دكتور أحمد نبي نسمع منك. في الحقيقة طبعا هي فرصة ومناسبة طبعا أن الإنسان يشكر أهل الشكر، وأنا أشكر تلفزيون قطر على هذه المقابلة واستمتعت بوجودكم. لكني أنا دائما صاحب نظرية الحق الخير الجمال، لو حطها كل واحد فينا وحتى المشاهدين الكرام أن أنا أي عمل أسويه أطبق المبادئ ذي الحق الخير الجمال، بنحقق اللي قال أبو ناظم في العملية. فبالتالي إحنا طبعا خلال السنوات الثلاث تعرضنا لحاجة مو سهلة، أثبتنا حب الوطن، وأنا أقول كل إنسان في قطر مهم مهما كان شغله. وبعدين إحنا يعني إحنا ما وصلنا، لا أنا عمري 70، إخواني اللي عمرهم 25 و30. الله يطول بعمرك. الله يسلمك. يجب أن يكتبون، يجب كل واحد في مجاله يا أخي، عرفت كيف؟ يعني أنا عندي رواية بعد ذي الحين لي 6 أشهر أطلعها وأحطها، ما كتبت ولا حرف، لأن أنا ما أعطي نفسي 6-7 أشهر ما أكتب شيء حتى أتخلص من أثر دخان. فبالتالي أنا أقول كل إنسان مهم، وإذا الإنسان اهتم أنه هو مهم فإنه سوف يجيد في عمله. الإجادة تؤدي إلى المهنية، بروفيشناليزم نسميها. فبالتالي أنا أرجو من كل إخواني ومن كل الشباب اللي يشوفوننا أن يجدوا في عملهم في أي مكان. أكيد. وشكرا. أكيد. الله يقويك إن شاء الله. يعني مشاهدينا كنتم معنا في برنامج من العايدين، وإحنا بنكون معاكم لين رابع أيام عيد الفطر المبارك. اليوم كان معنا قامات وأحد أعمدة تاريخ الفن والثقافة، نشكر السيد غازي حسين، وهو فنان وممثل وأديب، وله يعني من كل زهرة في الفن والأدب، تشرفنا فيك. والدكتور أحمد عبد الملك هو كاتب وروائي، ولكن أنا أبي وعد منك أن ما تنقطع هالشوفة الطيبة من التلفزيون. يا أخي هذه بيتي، يعني مثل ما قالوا الأخوان، يعني أنا ما تقدر تحرم إنسان من أرضه. بإذن الله. أكيد. بإذن طبعا الله. مثل ما ذكر أخوي نايف أن احنا سعداء وأيضا شرفنا فيكم في أول ليالي العيد الفطر المبارك. الله يعود علينا وعلى الجميع وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ويمن ويسر. وصلنا احنا إلى ختام البرنامج للأسف. إن شاء الله بإذن الله نشوفكم في حلقات قادمة. بكرة عيديتي وطرشها. باطرشها ما عليك. نشوفكم باكر إن شاء الله الساعة 9. فمان الله. فمان الله.